مرحبا ومسهلا بأحلى وألذ وألذ سيلف تان. أنا طحت بغرامة صراحة لسبب واحد، ما تتخيلون ايش كثر يطر الجسم فظيع بنات. يعني صدق انت قاعد تستخدمين تسمير مع عناية في الجلد والبشرة، هذا قالوا لي عن البنات بعد نفس الشيء، هم هو يسمر الجسم وعبارة عن زبدة كوكنت، يعني لما تستخدمينه كنا زبدة على الجسم بلس إن هي تسوي تان. حتى شوفوا لما تشوفوني تي كذي مع قفشة، شوفوا يصير شكل نفس الشكل، تاخذينه وتدهنين في جسمك كله، تقعدين 5 دقائق أو شي 7 دقائق تالي تلبسين البيجامة وتخلينه طول الليل. شوفوا بنات صج ريحته راس هندية، كوكنت راس الهندية مو الكوكنت العادي، بس فظيع وتحسين كوكنت صجي مو كذ زبدة كوكنت. هذا يعتبر من الأشياء السترونج، يعني إكسترا يضر الجسم وإكسترا يعطيك صبغة. في منه هذا وفي منه هذا البدي، نفس الشيء نفس الفكرة، بس هذا أوفر دسم، يعني حق اللي جلدها ناشف اللي تعاني من جفاف الجلد والبشرة اخذي هذا فظيع بنات. أنا قلت لكم لما تين تستخدمين أي سلتان فيهم لازم تستخدمين هذا القفاز، ولا إيدك بتصير كأنك حاطة حنة. فأنتي تأخذينه توزعينه على جسمك بالدس هذا، راح أوريكم حين إيش كثر الكمية اللي تحطونه حق الجسم. شوفوا بنات لما تيهم تأخذون تأخذي بالقفشة كذي، شوفوا شكله. هاي بنات شلونكم؟ بقول لكم منو كذي نفس طبعي، أنا وايد أحب أسوي تان ذهبي، يمكن لأن أنا قعدت 7 سنين في إسبانيا، عرفت طريقة التان اللي هم يسوونها وشون يسوون التان الذهبي ينن، لما يقولون الله إيش حلات جسمك أبي لونك إسباني ينن، يقصدون اللون الذهبي الحلو. إيش حلات التان لما يصير ذهبي، الذهبي ينن يصير. وإذا أنت من النوع اللي بعد تحبين الشعر الأشقر، حطيت لكم سيلف تان اللي تبي لونها ذهبي واللي تبي لونها وايد ينن وبشرتها مو ناشفة، أحسن شيء السيلف تان. إحنا شمسنا الحين وايد نار تحرق، درجة الحرارة عندنا 60 تقعدين بالشمس شنو تصيرين؟ صج حكوك. هذا المستحضر حق البنات وحق الشباب، يعني مو بس حق البنات. الحلو فيه إنه وايد خفيف، وفي زيت جوز الهند اللي يرطب الجسم. لكثر ما عندي من جيمس ريد السلف تان، هذولي أحلى 2 بالنسبة لي. ليش؟ لأنهم يعني أويل، إتس أويل، ما ينشفون الجسم، يحافظون على رطوبة الجسم وما يوسخون ملابسكم، ولا تحتاجون أنه ياخذ وقت علشان ينشف، لا على طول يعطيكم لون خلال ثواني. هذا للفيس، للوجه، يعني على طول من تحطين منه خلال دقيقة وتحسين وجهك كأنه برونز، يعني كأنك قاعدة تحت الشمس ساعتين علشان تاخذين اللون. هذا لا، خلال ثواني يعطيك لون. وهذا للجسم، ريحته كوكنت. طبعا أنا أموت على شيء اسمه كوكنت. فمثل ما قلت لكم أنهم أحلى شيء فيهم ترطيب، يعني الأويل ما ينشف الجسم، يخلي فيه نسبة رطوبة وما يوسخون ملابسك. أنا متكلمة عن براند جيمس ريد اللي هو السلف تان، هذا بالديسكاونت موجود عندكم. هذا الفيس دروبس حق الوجه، يسوي تان ويخلي الوجه يصبغ. عندكم هذه الاسفنجة، انزين عندكم هذا سليب ماسك حق الوجه، وهذا حق الجسم البودي سليب ماسك، اوكي، حق الوجه وحق الجسم، كل واحد غير عن الثاني. مال الجسم ما ينحط على الوجه، الصبغة محترمة وريحته حلوة. عندكم هذا وايد عجبني،
الفكرة والكونسبت ماله وايد عجبني. كوكونت بادي ميست وبنفس الوقت سيلف تان، يعني انت كنك متعطرة وكنك حاطة سيلف تان، يعني ريحته تجنن.